السلام عليكم، يا رب حضراتكم تكونوا بخير ان شاء الله. حالا هنتكلم عن الجزء الثاني معانا في السبكتروفوتوميتر. طبعا في الفيديو الاول كنا اتكلمنا عن البرنسبلز بتاعت الموضوع كله، اتكلمنا عن بعض المبادئ، زائد ان احنا اتكلمنا عن المساله بتيجي ازاي، وقلنا مهم جدا ان السبكتروفوتوميتر بيساعدنا في معرفه الابزوربنس، ومن الابزوربنس بناخد القيمه دي، ولينا طريقين اتنين، يا نحطها في المعادله ونجيب منها الكونسنتريشن، يا نحطها على الستاندرد كيرف ونجيب منها الكونسنتريشن. اذا السبكتروفوتوميتر هو عباره عن جهاز بيساعدنا في معرفه تركيز ماده موجوده بداخل محلول، ولكن بطريقه غير مباشره، عن طريق انه بيقول لنا الابزوربنس بتاع الماده دي كام، بتمتص الضوء بمقدار كام، ومن الابزوربنس بنعوض فيه المعادله او نحط على الكيرف يدينا الكونسنتريشن. عشان كده تعالوا نبدا النهارده، يلا السبكتروفوتومتري نفسه بقى. سبكتروفوتومتر ده الجهاز، سبكتروفوتومتري ده الطريقه نفسها. فاحنا عاوزين نتكلم عن السبكتروفوتومتري. بيقول ان السبكتروفوتومتريك تكنيك ده بيستخدم عشان يقيس الكونسنتريشن، بيستخدم في قياس تركيز مادة مذابة جوه محلول. سوليوت معناها مادة مذابة بداخل محلول. هل السؤال هنا او السؤال هنا، هل هو بيقيس الكونسنتريشن مباشر؟ لا طبعا، ده بيقيس الابزوربنس الاول. فهو بيقول لك ان السبكتروفوتوميتر ده بيستخدم في الميجر بتاع الكونسنتريشن، بيستخدم في قياس الكونسنتريشن بتاع مادة مذابة جوه محلول. ولكن ازاي؟ عن طريق ان هو ميجرنج ذا اماونت اوف لايت ذات از ابزوربد باي ذا سوليوشن، عن طريق ان يقيس كم الضوء اللي المحلول ده امتصه بداخل الكيوفيت. الكيوفيت ديت اللي هي الاناء اللي بيكون موجود فيه المحلول جوه الجهاز زي ما هنعرف حالا. عشان كده بيقول السبكتروفوتوميتر بيساعدنا في مقياس الكونسنتريشن. خد بالك عشان لو جت كومبليت في الامتحان، يقول لك السبكتروفوتوميتر ار يوزد تو ميجر ذا، ما تقوليش ابزوربنس، لازم تقول كونسنتريشن اوف السليوت اللي موجوده جوه السليوشن، عن طريق انه يقيس الابزوربنس باي ميجرنج ذا اماونت اوف لايت ابزوربد باي السليوشن اللي موجود جوه الكيوفيت اللي موجوده جوه في الجهاز اللي اسمه السبكتروفوتوميتر. يبقى تاخد بالك في الكومبليت يجيب لك السبكتروفوتوميتر بيستخدم في قياس الكونسنتريشن بتاع السليوت، وده شكل الجهاز اهو، عشان لما يجيب لك صوره يقول لك اتعرف على الجهاز، الجهاز ده هو السبكتروفوتوميتر. سبكتروفوتوميتر. شويه معلومات عاوزين نعرفها بقى، تعالوا نبص هنا كده. بيقول لحضرتك، وده سؤال مهم جدا 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 في الامتحان، الضوء عندنا نوعين، يا فيزابل يا انفيزابل. فيزابل معناه ضوء مرئي، والضوء المرئي هو اي ضوء عموما الاول، وعباره عن موجات، ويف لينس، اطوال موجيه. الضوء المرئي الاطوال الموجيه بتاعته تتراوح من 400 ل 700، من 400 ل 700 نانو متر، دي الاطوال الموجيه اللي عينك بتشوفها. وده سؤال امتحان يا جماعه، ده كده سؤال امتحان. يقول لك الفيزابل لايت هو نارو رينج اوف الكترومغنيتيك ويف، هو عباره عن مجال من الموجات الكهرومغناطيسيه، بيتراوح طولها الموج من كام لكام، من 400 ل 700. يبقى اي ضوء اقل من 400 ما يتشافش، اعلى من 700 ما يتشافش. امال عينينا بتشوف الضوء اللي اطواله الموجيه من كام لكام، من 400 ل 700، وده سؤال امتحان. عشان كده بيقول لك العين بتشوف الضوء من 400 ل 700، اعلى حاجه عندنا تشوفها هي ال 700، واقل حاجه هي ال 400. ال 400 ده اللي هو اللون البنفسجي، وال 700 اللي هو اللون الاحمر. اقل من الاحمر ما تشوفش، والالترا فايلوت اللي هي فوق البنفسجي ما تشوفش. عشان كده انت عندك فيزابل لايت من 400 ل 700، اقل من 400 ده بنسميه الالترا فايلوت، وال 700 هو الانفراريد. احنا عندنا في ضوء اسمه الانفراريد والالترا فايلوت، دول ما بيتشافوش لان طولهم الموجي بعيد عن 400 و 700. يبقى عينك بتشوف الطول الموجي من 400 ل 700، اقل من 400 ما يتشافش، اعلى من 700 ما يتشافش، وده الفيزبل لايت. والحته دي مهمه جدا، لما يقول لك الفيزبل لايت هو عباره عن نارو رينج اوف الكترومغنيتيك ويف، هو عباره عن مجال من الموجات الكهرومغناطيسيه، بيتراوح طولها الموج من كام لكام، من 400 ل 700، اقل من 400 ما نشوفش، اعلى من 700 ما بنشوفش. ده برضو اللي هو عاوز يقول اهو، ده الضوء المرئي، الحته دي اللي هو الضوء المرئي اللي بيتراوح ما بين 400 لحد 700. اعلى من 700 ده بنسميه الانفراريد، اقل من 400 بنسميه الالترا فايلوت. فاحنا لا بنشوف الالترا فايلوت اللي هي الاشعه الفوق بنفسجيه، ولا بنشوف الاشعه تحت الحمراء اللي هي الانفراريد، احنا بنشوف من 400 ل 700. اقل من 400 اللي هي الالترا فايلوت ما يتشافش، اعلى من 700 اللي هي الانفراريد ما بيتشافش.
هنا بقى بيقول عشان لازم تعرف القانون اللي كنت قلت لك عليه، لما بمرر ضوء في محلول ليه ثلاث احتمالات، بيقول لي شاينز ابيم اوف لايت، يعني اعمل شعاع ضوء بوليكروماتيك. بوليكروماتيك يعني في اطوال موجيه مختلفه على سامبل. لما تمرر ضوء على سامبل، السامبل بتتصرف مع الضوء بثلاث طرق: ذا مولكيول اوف ذا سامبل، جزيئات العينه، انتر اكت وذ اللايت، بتتفاعل مع الضوء بثلاث طرق. احنا قلنا لما تمرر ضوء على عينه بيحصل ثلاث حاجات: يا اما يمتص، يا اما ينقل، يا اما ينعكس. يمتص اللي هو ابزورب ذا انرجي، الطاقه الموجيه كلها او الطاقه الضوئيه كلها المحلول بيمتصها، يا اما ترانسميتد بتعدي الناحيه الثانيه، يا اما ريفليكتد بتنعكس. عينك بتشوف الريفليكتد ده بقى، خليك فاكر ان عينك بتشوف اللي بينعكس. يعني انت لو بص على حاجه، عشان الكلمه دي هنحتاجها حالا، لما بتمرر الضوء على عينه الضوء بيتصرف بثلاث طرق: يا اما يعدي ترانسميتد، يا اما ما يعديش خالص يبقى يا هيمتص يا هينعكس. هنا بيقول بقى سؤال: why do some substance appear colored؟ ليه بعض الحاجات احنا بنشوفها ملونه؟ ليه بنشوف الحاجات ملونه؟ مبدئيا لو قلنا دي عينه والعينه دي فيها سائل، السائل ده هندخل منه ضوء، الضوء اللي بيطلع في ضوء بيمتص هنا ما بيطلعش، عينك بتشوف الضوء اللي بيطلع، عينك بتشوف الضوء اللي بيعدي. فاحنا مثلا لو عندنا سبع اطوال موجيه موجوده هنا، مررناهم على العينه طلع منها مثلا نوع واحد بس، يبقى عينك تشوف اللون ده بس، عشان كده عينك بتشوف اللون اللي بيعدي، انما النوع اللي بيمتص ده ملناش دعوة بيه خالص، اللي بيمتص ملناش دعوة بيه، عينك بتشوف اللي بيعدي. عشان كده هنا بيقول why do some substance appear colored، ليه بعض المواد بتبان ملونة؟ if the substance doesn't absorb any light، لو المادة ما امتصتش اي لون، اي لون خالص، it appear white، بيبان لونها ابيض. ليه بقى؟ لان هنا بيقول لك كل الاضواء انعكس، بيبان لونها ابيض، او تبان colorless لو كله اتنقل. ما انت عندك احتمالين دلوقتي، لو الماده ما امتصتش الضوء عندك احتمالين: يا ينعكس يا يعدي، لو انعكس تبان وايت، لو عدى يبان colorless. كمان مره: if the substance doesn't absorb any light، انت هتحط ضوء على ماده، هتعرض ماده ما لضوء، الضوء ده مش هيمتص منه حاجه خالص، يبقى لي احتمالين: يا هينعكس ساعتها الماده يبان لونها ابيض، يا اما هينتقل كله ويعدي كله ترانسميتد فتبان كولرلس. طب لو الماده امتصت ويف لينس، بيقول لي هنا بقى هتبان بلاك، لو امتصت كله، لو امتصت كله يبان لونها بلاك، امال لو امتصت جزء يبان الجزء الباقي. عشان كده انت عندك الاحتمالات كالاتي: why do some substance appear colored، ليه بعض الحاجات بيبان لونها ملون؟ هنحط احتمالين: هل هتمتص ولا هل مش هتمتص. لو امتصت كل الاطوال الموجيه يبان لونها اسود، لو امتصت البعض والبعض عدى تشوف اللي عدى، امال لو ما امتصتش خالص يبقى عندك احتمالين: لو هينعكس كل الاطوال الموجيه يبقى الماده هتبان لونها ابيض، بينما لو كل الاطوال الموجيه هتعدي تبان كولرلس، يبقى لو كله عدى ابيض، اسف، لو كله عدى كولرلس ملهاش لون، لو كله انعكس ابيض، لو كله امتص بلاك. وهنا بنتكلم عن لو كله، لو كله انعكس تبقى وايت، ولو كله اتنقل وعدى الناحيه الثانيه تبقى كولرلس، بينما لو كله امتص الماده يبان لونها بلاك، لان مش هيطلع منها ضوء خالص، وبالتالي هبان بلاك. هنا بيقول طبعا الفيزيبل لايت بيتراوح من 400 ل 700، بيأكد على الكلام تاني، الفيزيبل لايت بيتراوح من 400 ل 700، لبعض المحاليل بنشوفها ملونه لان سام ويف لينس ار ترانسميتد، البعض بيعدي، اذر اب ار ابزوربد، والبعض بيمتص، يو سي ذا كلر ترانسميتد، انت بتشوف اللي عدى. يعني انت لو عندك ماده ما، وتعالوا نحط الاحتمالات بقى، عندك ماده ما عرضتها لضوء، لو الضوء ده انعكس كله يبان لونها ابيض، لو الضوء ده عدى كله تبان كولرلس، لو امتص كله يبان بلاك. طب لو امتص جزء وعدى جزء انت بتشوف اللي عدى، لو امتص جزء وعدى جزء انت بتشوف اللي عدى، اهو انت بتشوف الجزء اللي بيعدي، لان هيمتص جزء مش هتشوفه، انت بتشوف الجزء اللي. عاوزين بقى حالا نتكلم عن المبدا العام في تركيب السبكتروفوتوميتر، الجهاز نفسه التركيب العام بتاعه ايه؟ الجهاز يا جماعه مركب من الحاجات الاتيه: رقم واحد راديشن سورس، راديشن سورس ده عباره عن اللايت سورس اللي بيطلع الضوء،
ثم يمر على جهاز اسمه المونوكروميتور. مونوكروميتور ده معناها ان هو بيخش فيه ضوء يديني ضوء واحد بس اللي انا عاوزه، اسمه مونوكروميتور. يعدي الضوء ده على السامبل، السامبل اللي هي العينه اللي بتكون محطوطه في حاجه اسمها السل اللي هي الكيوفيت زي ما هنعرف حالا. الضوء لما يمر هنا بيكون داخل كم ما بيطلع كم قليل، لان في جزء حصل له ابزوربنس، وبالتالي الجزء اللي طالع ده بيعدي على حاجه اسمها ديتكتور. الديتكتور ده عامل زي البورده كده بتاع الكمبيوتر، ديتكتور، والديتكتور ده يروح على مكان تاني، المكان التاني ده يعرض رقم الابزوربنس اللي حصل في السامبل هنا. يبقى التركيب العام للسبكتروفوتوميتر هو مصدر ضوء، راديشن سورس، يعدي على مونوكروميتور، الضوء اللي يطلع ده يخش على السامبل، يخش على ديتكتور، الديتكتور يبعت المعلومات دي لجهاز، الجهاز يعرض الرقم على يعني جهاز جوه الجهاز، يعني حاجه جوه الجهاز، الحاجه اللي جوه الجهاز تعرض الرقم على الشاشه بتاع السبكتروفوتوميتر اللي هو رقم الابزوربنس. عشان كده لما نيجي نتكلم على تركيب السبكتروفوتوميتر ده سؤال امتحان، انيوميريت كومبوننت اوف سبكتروفوتوميتر، مما يتكون السبكتروفوتوميتر. رقم واحد لايت سورس، مصدر ضوء، ادي مصدر الضوء اهو، ثم المونوكروميتور، المونوكروميتور هنعرف حالا بيبقى نظامه عامل ازاي، ثم السامبل سيل، العينه نفسها اهي ادي السامبل سيل اهي، ثم الديتكتور الحاجة اللي بتلقط وتبعت بعد كده على اوبتيكال سيستم، الاوبتيكال سيستم ده اللي هو الشاشة اللي بتعرض الرقم. فلما يجي يقول لك انيوميريت كومبوننت اوف السبكتروفوتوميتر هنقول لايت سورس، مونوكروميتور، سامبل سيل، ديتكتور، اوبتيكال سيستم. لايت سورس، مونوكروميتور، سامبل سيل، ديتكتور، اوبتيكال سيستم. ده برضه اهو، ادي بقى تركيب السبكتروفوتوميتر نفسه واقعيا بقى، بيقول لي ادي اللايت سورس مصدر الضوء، بيعدي على سيستم اللي هو المونوكروميتور، المونوكروميتور ده يدينا ضوء واحد بس، الضوء ده يعدي على السامبل سيل، ثم بعد كده يلقطه ديتكتور، والديتكتور يبعت لاوبتيكال سيستم يقول لك الرقم بتاع الابزوربنس كام. تعالوا نتكلم عن واحد واحد بقى منهم. اول حاجه هنتكلم عنها هي اللايت سورس. احنا قلنا الكومبوننت مكونه من كذا من كذا حاجه. اول حاجه عندنا اللايت سورس، وتاخد بالك بعد اذنك انا حالا هتكلم عن الكالوري ميتر والسبكتروفوتوميتر. فاكرين في اول محاضره لما قلنا بيكون عندنا جهازين، جهاز قديم وجهاز جديد، الجهاز القديم اللي كان اسمه الكالوري ميتر والجهاز الجديد اسمه السبكتروفوتوميتر، نفس الكومبوننت بالظبط، بس الفكره في نوع الحاجه المستخدمه. يعني مثلا عندنا اللايت سورس، اللايت سورس بروفايد اللايت، ده اللي بيمدنا بالضوء اللي هيعدي من خلال العينه. اللايت سورس ده مصدر الضوء ده بيكون ايه؟ رقم واحد بيكون تنجستين لامب، والتنجستين لامب دي اللي هي اللمبه اللي كانت بتطلع ضوء اصفر زمان، دي لمبه التنجستين، ودي بتستخدم في جهاز الكالوري ميتر القديم، او هيدروجين ديستشارج، او حاجه ثانيه اسمها ديتيريوم لامب، هي بس الصوره جايه على انها اسمها ديتيريوم لامب، دي بتطلع الترا فايلوت لايت، وده اللي بيستخدم في السبكتروفوتوميتر. يبقى احنا عندنا اللايت سورس ده اللي بيدينا الضوء، وبيبقى حاجتين يا تنجستين لامب ده بيطلع فيزيبل لايت في جهاز الكالوري ميتر، يا هيدروجين ديستشارج او بنسميها ديتيريوم لامب ده اللي بيطلع الترا فايلوت ريز او الترا فايلوت لايت في السبكتروفوتوميتر. يبقى في الكالوري ميتر بنستخدم اللايت سورس تنجستين لامب، بينما في السبكتروفوتوميتر بنستخدم اللايت سورس هيدروجين ديستشارج او ديتيريوم لامب، دي بتطلع فيزيبل لايت، دي بتطلع الترا فايلوت لايت، يعني لايت يعني ضوء ما بيتشافش. اتس اوت بوت باور شود بي ستيبل فور ريزونبل بيريود، يعني لازم يفضل الضوء ثابت لمده معينه. بعد اللايت سورس عندنا المونوكروميتور، مونوكروميتور ده اسمه مونوكروميتور يعني موحد الضوء. يعني ايه موحد الضوء؟ ينزل عليه اطوال موجيه كتير ويديك طول موجي واحد بس، اذا ده عباره عن سيستم بيطلع لك طول موجي واحد فقط، واللي يوز تو سيلكت بنستخدمه عشان نختار اجيفن ويف لينس، طول موجي واحد، مونو يعني سنجل، كروم يعني كلر، ايتور يعني بيديك، اذا ده بيديك طول موجي واحد، بيديك لون واحد، اسمه المونوكروميتور. ده الضوء بيعدي عليه اطوال موجيه كتيره يطلع منه طول موجي واحد بس اللي احنا محتاجينه، وده بيكون عبارة عن كذا حاجة. في عندنا حاجة اسمها diffraction grating، ده عامل زي المراية كده بيعكس الضوء، بريزم ده عبارة عن نوع انواع المخاريط، والفلتر ده عبارة عن ورقة كرتون كده، ورقة عاملة زي ورقة الكرتون تعدي منها الضوء، ما بيطلعش منها الا ضوء واحد بس. بالنسبة لبعد كده السامبل سيل، السامبل سيل اللي هو الوعاء اللي بيكون فيه العينة اسمها سامبل سيل، بيقولوا ده كونتينر ذات كونتين السامبل، هو عبارة عن إناء بيبقى فيه السامبل، غالبا بنطلق عليه
مصطلح سيل، كأنه هو مش خلية، سيل دي معناه وعاء. إذا السامبل سيل هو الكونتينر اللي بيكون جواه العينة، ولازم يكون طوله ثابت وحجمه ثابت، فيكسد لينث طول ثابت وفوليوم يعني حجم ثابت، غالبا بيكون راوند مدور أو يكون سكوير، سكوير اللي هو شكله مكعب، بيستخدم أو بيصنع من مواد ما بتمتصش الضوء، ودي مهمة جدا، ميد أوف ماتيريال ذات دازنت أبزورب اللايت، ممنوع يكون المادة المصنع منها تمتص الضوء، لان انا عاوز الحاجه الوحيده اللي تمتص الضوء هو السائل اللي موجود جوه، السائل اللي جوه ده هو الحاجه الوحيده اللي انا عاوزها تمتص الضوء، وبالتالي الاناء جداره ما ينفعش يمتص الضوء. وعندنا نوعين اتنين من السامبل سيل، ازاز وده كان بيستخدم في الكالوري ميتر زمان، او الكوارتز، الكوارتز ده بيستخدم حالا في السبكتروفوتوميتر. الازاز ده تقريبا الواحده بربع جنيه ولا الواحده بجنيه، الكوارتز ده تقريبا بيوصل ل 3 4000 جنيه، وده يوضح لك القيمه بتاعته. اذا النوع السامبل سيل يا ازاز يا كوارتز، الازاز ده بتاع الكالوري ميتر القديم، والكوارتز ده بتاع السبكتروفوتوميتر الحديث. عشان كده لو هتستخدم فيزيبل لايت بتاع الكالوري ميتر يبقى ازاز، لو الترا فايلوت لايت بتاع السبكتروفوتوميتر يبقى تستخدم الكوارتز. بعد كده الديتكتور بقى، الديتكتور ده بيقول لك كونفيرت ترانسميتد لايت انتنسيتي، بيستخدم في تحويل الضوء اللي مر لالكتريكال سيجنال، لموجات كهربيه، عشان الموجات الكهربيه بعد كده تنتقل للشاشه تديك رقم. اذا الضوء اللي عدى ترانسميتد لايت بيحول الى الكتريكال سيجنال، موجات كهربيه، الموجات الكهربيه دي بتتحول بعد كده الى ارقام كونفيرتد انتو نمبر، والنمبرز ديت هي اللي بتبان على الاوبتيكال سيستم اللي هو الشاشه. يبقى احنا عندنا الكومبوننت بتاع السبكتروفوتوميتر، لايت سورس تنجستين لامب او هيدروجين ستشارج او الديوتيريوم لامب، المونوكروميتور اللي هو البريزم او فلتر زي ما نعرف حالا، وده بيدينا طول موجي واحد بس، السامبل سيل اللي هو الكونتينر وده ازاز يا كوارتز، والديتكتور ده اللي بيستخدم في تحويل الضوء اللي عدى الى موجات كهربيه ومنها الى ارقام عشان تديك الرقم كام. عايزين بقى نقارن بين السبكتروفوتوميتر والكالوريميتر بناء على الكلام اللي قلناه حالا. السبكتروفوتوميتر ده الجهاز الحديث، كالوريميتر ده الجهاز القديم. طبعا الجهاز الحديث اللي هو السبكتروفوتوميتر بيستخدم لايت سورس هو الديتيريوم لامب، بينما الكالوريميتر القديم بيبقى التنجستين لامب. هنا بنستخدم المونوكروميتر البريزم، ده حاجه حديثه، بينما الكالوريميتر كنا بنستخدم الفلتر، دي حاجه قديمه. هنا السامبل سيل مصنعه من السيليكا او الكوارتز، هنا السامبل سيل مصنعه من جلاس ازاز. السبكتروفوتوميتر الحديث هو مور اكيوريت، دقيق، سنسيتيف، حساس جدا، وعشان كده لازم بيبقى اغلى، مور اكسبنسيف. السبكتروفوتوميتر بينفع معاه الفيزيبل لايت او الالترا فايلوت ريز، بينما الكالوريميتر ما ينفعش معاه الا الفيزيبل لايت بس، اللي هو الكلام اللي احنا قلناه من شويه. وتعالوا نطبق هنا، التنجستين لامب ده بتاع الكالوريميتر، بينما الديوتيريوم لامب ده بتاع السبكتروفوتوميتر. البريزم ده بتاع السبكتروفوتوميتر، بينما الفلتر ده بتاع الكالوريميتر. الجلاس ده بتاع الكالوريميتر، بينما الكوارتز ده بتاع السبكتروفوتوميتر. عشان كده بيقول لك في السبكتروفوتوميتر لما يجي يسالك في الام سي كيو او يسالك في الكومبليت، يقول لك اللايت سورس في السبكتروفوتوميتر ديتيريوم لامب، في الكالوريميتر تنجستين، المونوكروميتور في السبكتروفوتوميتر هو البريزم، هنا الفلتر، امال السامبل سيل في السبكتروفوتوميتر كوارتز، بينما هنا الجلاس ده انهي ضوء بينفع معاه، الفيزيبل او الالترا فايلوت، هنا ما ينفعش الا الفيزيبل بس. مين احسن بقى؟ السبكتروفوتوميتر، وبالتالي الاغلى هو السبكتروفوتوميتر. ايه بقى الابلكيشن بتاع السبكتروفوتوميتر؟ ايه التطبيقات اللي بنستخدمها او التطبيقات اللي احنا بتنفع مع السبكتروفوتوميتر؟ يعني اليوزز، استخدامات السبكتروفوتوميتر. السبكتروفوتوميتر لو هتستخدم معاه فيزيبل لايت بيستخدم في قياس حاجات، ولو هتستخدم معاه الترا فايلوت لايت بيستخدم في قياس حاجات. مش احنا قلنا ينفع معاه الفيزيبل او الالترا فايلوت؟ لو استخدمت فيزيبل لايت بيقيس لنا حاجات، ولو استخدمت الالترا فايلوت بيقيس حاجات. عشان كده استخدامات السبكتروفوتوميتر بناء على نوع الضوء اللي هتستخدمه. لو فيزيبل لايت هيستخدم في قياس مستوى السكر في الدم، مستوى اليوريا والكرياتينين في الدم، دول وظائف الكلى، مستوى اليوريك اسيد في الدم بتاع النقرس، مستوى الالبيومين في الدم، مستوى الكوليسترول في الدم، يبقى لو استخدمت فيزيبل لايت هيساعدك في قياس البلد جلوكوز واليوريا والكرياتينين واليوريك اسيد والالبيومين والكوليسترول، بينما لو استخدمت الالترا فايلوت ريز بقى
بيستخدم في معرفة الانزيماتيك رياكشن والدي ان ايه والار ان ايه كونسنتريشن، تركيز الدي ان ايه وتركيز الار ان ايه والانزيماتيك رياكشن اللي هي التفاعلات بتاع الانزيمات، وطبعا واضح ده حاجة متطورة قوي. يبقى نستخدم السبكتروفوتوميتر في ايه؟ عشان بيجيب لك انيوميريت ابلكيشن اوف سبكتروفوتوميتر. هتقول لي فور فيزيبل لايت بلاد جلوكوز ويوريا وكرياتينين ويوريك اسيد والبين وكوليسترول، بينما لو استخدمت الالترا فايلوت لايت هيستخدم في قياس الانزيماتيك رياكشن والدي ان اي والار ان اي كونسنتريشن. العملي بقى كده، احنا قلنا جزء النظري كله، طب العملي ازاي بنشغل الجهاز بقى؟ هاو تو سيلكت الويف لينث. مبدئيا انت عشان تشغل الجهاز لازم بتحضر ثلاث محاليل، والسلايد دي مهمه جدا، لازم بتحضر ثلاث محاليل عشان تشغل الجهاز السبكتروفوتوميتر، لازم تحضر ثلاث محاليل. المحلول الاول هو التست سوليوشن، وده اللي انت هتقيس كل حاجه فيه، بيقول سبيسمن تو بي انالايز، ده العينه اللي انت هتحللها، بريبيرد باي ادينج السامبل to working reagent، بنستخدمها عن طريق ان احنا نضيف العينه على ماده من عندنا من المعمل اسمها الوركينج ريجنت. يبقى التست سوليوشن ده هو المحلول اللي انت هتقيس الابزوربنس بتاعه، بتجيب العينه وتضيف عليها ماده من عندنا من المعمل اسمها الوركينج ريجنت، ساعتها انت كونت السوليوشن اللي اسمه التست سوليوشن. امال ايه الستاندرد سوليوشن؟ ده اللي هنعاير بناء عليه، اسمه ستاندرد سوليوشن. ده بيقول لك بريبيرد فروم نون كونسنتريشن that will be estimated by adding the standard لي working reagent. يعني ايه؟ هنا التست سوليوشن احنا هنعرف الابزوربنس بتاعه لما نضيفه للجهاز، بس احنا عاوزين نضيفه للجهاز الاول، فعشان نضيفه للجهاز هنجيب العينه ونحط عليها working reagent، بينما الستاندرد ده احنا عارفين التركيز بتاعه اصلا، فهنجيب العينه نحط عليها working reagent برضه، بينما في عندنا حاجه اسمها البلانك. بلانك ده هو المحلول اللي بيصفر الجهاز. يعني ايه بيصفر الجهاز؟ بيشيل كل حاجه ملهاش لازمه عشان يسيب حاجه معينه. بمعنى اصح، هو انا لو استخدمت التست سوليوشن ده، التست سوليوشن لو استخدمته، ما هو ده اللي انا عايز اعرف الابزوربنس بتاعه، هو السامبل مع الوركينج ريجنت. طب دلوقتي الجهاز هيقرا السامبل ولا هيقرا الوركينج ريجنت؟ سؤال، هل هيقرا السامبل، هيقرا الابزوربنس بتاع السامبل ولا الابزوربنس بتاع الوركينج ريجنت؟ دلوقتي هتقول لي ما اعرفش، نقوم جايين ضايفين المحلول البلانك ده عشان يلغي الوركينج ريجنت دي ويسيب السامبل بس، فالبلانك ده اللي بيشطب على قيمه الوركينج ريجنت فيسيب قيمه السامبل بس، عشان كده بقول لك البلانك ده بيحتوي على كل الريجنت، في كل الريجنت ما عدا الماده اللي انت هتقيسها، يعني ما عدا السامبل، عشان كده هو بيلغي قيمه الوركينج ريجنت ويسيب قيمه السامبل. بمعنى اصح انت بتحط ده، الجهاز بيقوم قايس السامبل وقايس الوركينج ريجنت، تحط البلانك يقوم البلانك لاغي الوركينج ريجنت ويتبقى معاك الابزوربنس بتاع السامبل بس، فالبلانك ده فيه كل الريجنت، كل المواد اللي احنا حطيناها من المعمل ما عدا الماده اللي انت هتقيسها، وده بيبقى عباره عن ديستلد ووتر، يعني ميه مقطره، ميه مقطره، يعني بعيدا عن السامبل ده خالص. يبقى انت عندك ثلاثه سوليوشن بتستخدمهم، التست ده العينه اللي انت عاوز تحللها تضيف لها الوركينج ريجنت، الستاندرد دي عينه عندك انت محضرها وعارف التركيز بتاعها وعارف كل حاجه عنها، البلانك هي عباره عن سوليوشن فيه كل الريجنت ما عدا السامبل، وده اللي بيخليك تقيس التست سوليوشن، تقيس السامبل بتاعته وتلغي قيمه الوركينج ريجنت. ده كده بالنسبه للثلاثه سوليوشن، وده مهم جدا. الاوبريشن بقى بتعملها ازاي؟ مش محتاجين الكلام ده كله، بعد كده انا محتاج تعرف لي حاجه اسمها الاوبتيمال ويف لينس، احسن طول موجه هتستخدمه اللي بنسميه الاي ماكس. بيقول لي ذا اوبتيمال ويف لينس فور ميجرنج الابزوربشن هو الويف لينس ذات موست ابزوربد باي ذا كومباوند ان ذا كويجن. يعني ايه بقى؟ دلوقتي يا جماعه احنا جبنا محلول، المحلول ده عاوزين نقيسه على السبكتروفوتوميتر. سؤال، مش احنا لسه قايلين من شويه لازم نستخدم مونوكروميتر عشان المونوكروميتر ده يدينا طول موجي؟ طب سؤال، ايه الطول الموجي بقى؟ الطول الموجي ده مقداره كام؟ ده الفكره كلها. هنا احنا عايزين نقيس احسن طول موجي اللي بنسميه الاي ماكس، الاوبتيمال ويف لينس، احسن طول موجي اللي بنسميه الاي ماكس. بنعمل ايه بقى؟ بنقوم جايبين العينه ونقوم معرضينها لاطوال موجيه مختلفه ونقوم حاطينها على كيرف. يعني مثلا جبنا العينه عرضناها لطول موجي 450 ادتنا ابزوربنس مقداره كذا، عرضناها لطول موجي 500 ادتنا ابزوربنس مقداره كذا، عرضناها لطول موجي كذا طول موجي كذا طول موجي كذا طول موجي كذا، كل طول موجي ادانا ابزوربنس معين.
فاحنا بنشوف احسن طول موجي ادانا احسن ابزوربنس، ده بنسميه الاي ماكس، ده بنسميه الاي ماكس. ده سؤال بيجي في الامتحان يجيب لك الكيرف ده ويقول لك الاي ماكس كام. اوعى تقول الاي ماكس ابزوربنس، الاي ماكس عباره عن ويف لينث، يعني شوف هنا ديت كام، ما تقوليش ديت عباره عن 1.1، لا تقول دي عباره عن 500. فانت بتيجي هنا يقول لك ايه، يعني ده بيجيب لك العينه هنا او بيجيب لك السؤال في الامتحان بطريقتين، يعني يجيب لك الكيرف ده ويقول لك الاي ماكس كام، يجيب لك الجدول ده ويقول لك الاي ماكس كام. الاي ماكس هي احسن طول موجي، فلما يجيب لك في الامتحان ويقول لك مصطلح احسن طول موجي بنستخدمه، ده بنسميها الاي ماكس، الاي ماكس. وده ده بيكون احسن سنسيتيفيتي، احسن حاجه في كل حاجه، الماكسيمم سنسيتيفيتي بتبقى عند الاي ماكس، والاي ماكس عباره عن ويف لينث، عباره عن طول موجي. فهنا بيقول لك لو طول الموجي 400 الابزوربنس 2 من 10، لو الطول الموجي 450 الابزوربنس نص، لو الطول الموجي 500 يبقى الابزوربنس 1.1، لو الطول الموجي 560 يبقى نص. فلما يجي يقول لك الاي ماكس كام، اعلى ابزوربنس هو 1.1، يبقى الاي ماكس بتساوي 500. عشان كده بيقول ابزوربشن سبيكترم اجراف اوف ابزوربنس، ادي اهو في الويف لينث بيقول لك الاي ماكس هنا بتساوي كام، بتساوي 500. ففي الامتحان بيجيب لك يا اما الكيرف ده يا اما الجدول ده ويقول لك الاي ماكس مقدارها كام. جاب الكيرف، شوف اعلى نقطه وبص شوف اعلى نقطه كام وبص على الويف لينث بتاعها كام، هيطلع 500 يبقى الاي ماكس. لو جاب لك الجدول شوف اعلى ابزوربنس كام وشوف الويف لينث بتاعه كام، وده يبقى الاي ماكس. ده كده بالنسبه لشرح السبكتروفوتوميتر بكل تفاصيله. كده احنا قلنا كل الاسئله اللي بتيجي فيه، ان شاء الله في الفيديو الجاي هنعرض لحضراتكم شويه اسئله نراجع بيها السبكتروفوتوميتر، وغالبا الاسئله دي برضو هي اللي بتيجي في الامتحان. بس اتاكد من انك فاهم جزئيه الاي ماكس دي كويس، هو اعلى ويف لينث او احسن ويف لينث يدينا احسن ابزوربنس، شوف اعلى ابزوربنس كام وشوف الويف لينث كام، وده يبقى الاي ماكس.